فادتك الارشاد النفسي في التعامل مع السكتشات، يعني مع الكوميديا اللي بتكتبها، ولا دي ملهاش علاقه بده؟ لا، هي اللي فاد في توقع قوى الشر بتفكر ازاي. يعني انا كنت بشوف ازاي لو انا مكان الاخر دوت، لان في السايكو دراما تبادل الادوار. بس بتبادل الادوار بالظبط، لازم اعيش في نفسيته، نفس شخصيته بالظبط. عشان كده لما طلع عطوه كان بيتكلم ان هو يشرح للمواطن البسيط، لما بقى بدات اوعى ثوره السرق منكم، وبدا يعني شيطانة الثوار والانقلاب على الرئيس الشرعي والإخوان والانتخابات والصندوق ده في الزبالة، بدأت أفكر طب هو هيعمل إيه؟ فطلعت بعد عطوة على طول شخصية اسمها فتحي فلول. فتحي فلول من فلول النظام. وده كان بيتكلم إزاي ده؟ ده شخص شرير جدا. من فلول الحزب الوطني، بيتوقع بقى إنه هيبهدل، وهو الشخصية اللي توقعت وهددت التراس اهلاوي بمذبحه بورسعيد قبل مذبحه بورسعيد، وحصلت المذبحه ديت. وهدد ان الالتراس والشباب بداوا يشاركوا بقوه في افساد مخططات العسكري، ما كناش لسه الدنيا واضحه. فهددهم، قال لهم لو ما توقفتوش لا هنتحاسب. انا ما عنديش فتح فلول، دي اول مره اسمع منك. عايزك تدي الى حد ما، انت مش لابس الشخصيه وبتاع، بس الى حد ما كان بيتكلم ازاي او توقع ازاي. فتح فلول لو اتكلم هيأذيك، هيضرك، ممكن ما يخليش القناة دي على بعضيها موجودة، وبحذرك انك تكلم الناس عن موضوع تذكرة المترو اللي زادت 7 جنيه 6 جنيه. مالكش دعوة يا محمد بالقصة دي خالص، ولا لازم يجي لك ألو. بس هو شرير يعني، فتك فتك وبلطجي ومسنود. ومسنود وعارف انه راجع زي الجبال، زي الفضالي كده. كان قوي مسنود على وزير الاعلام ساعتها، كان صفوت الشريف. على راي صفوت الشريف، احنا موجودين في وسط الناس، حاضنين الناس. بيضحك بالاسلوب ده، كاركتر يعني مبالغ، اكسسوار وحاجات كده. ده كان جشع. اسمه فتحي فلول، وكان زي القط والفار مع عطو. يعني هو قبض عليه في حلقه، قبض على عطو، قبض على عطو، اختطفوا ساعة ما تعرض دكتور عبد المنعم بالفتوح لمحاولة إزاء على الدائري. خرج عطوة كنانة بيهدد، كان اختطفوا فتحي فلول، فعطوة بيخرج وبيقول اللي ليه مرشح يخاف عليه. يعني المرشحين في الجولة الأولى، ده في الجولة الأولى. هو ده فتحي فلول. نشوف كده مع عطوة كنانة، أو مع قصدي تامر جمال، مع فتحي فلول. مع فتحي فلول كده. الحزب الوطني خلاص بقى اخوض الاول، واتمكن بالشعب، واتمكن بكل البلد، وفتحنا الخزن. يعني البلطجي اللي كان بياخد 100 هياخد 200، والبلطجي اللي كان بياخد 500 هياخد 1000، لحد شبروا بيت 1000، خزنه مفتوحه. ليه؟ لان امن الدوله. معلش، جزء من الكاركتر الملابس. وعلى رأي واحدة كنت أعرفها، صديقة كانت بتلعب عرايس، فتقول للعروسة أنا اللي بتلبسني مش أنا اللي بلبسها. يعني أنت لما بتلبس الشخصية بتلبسك فعلا بالطريقة دي؟ بقعد فترة مع الشخصية، يعني بقعد فترة، يعني ممكن أكلم بناتي أقول لهم اعملوا لي كوباية شاي. الشخصية لبسك فترة.